أبدأ معك سيدة غايا، كيف تابعتم حتى الآن سير هذه العملية الانتخابية، وهل ستصدق ربما الاستطلاعات استطلاعات الرأي بفوز اليمين المتطرف؟ أشكركم لاستضافتي، ولنقول أن التصويت بدأ في الساعة السابعة في إيطاليا ولم ينتهي بعد، وسينتهي في 11 ليلا. والاستطلاعات التي لدينا ليست لدينا بعد، ولكن لدينا استطلاعات بتأثير الناخبين الجزئي، لأن جزء كبير من الشعب في إيطاليا لا ينبهر بالطبقة السياسية، وهناك نسبة كبيرة من الناخبين لم يشاركوا، وحتى الظهر حوالي 19% أو 20% قد شاركوا، وهذا ما شهدنا في الانتخابات البرلمانية في عام 2018. لذلك سننتظر التحقق من هذه الأرقام، وفي الجنوب وفي في الجذر السردينية في سيسلي يبدو أن هناك أعداد قليلة، وهناك وجود أكبر في الجزء الأوسط من البلاد، وأعتقد أنه تجاوزا للمعنى الرمزي للمرأة وأن تقود الحكومة. أعتقد أن في هذا الصدد علينا أن ننظر إلى التحديات التي قد يواجهها أي شخص يفوز بهذه الانتخابات، فالتحديات ليست الضرائب والهجرة، ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجهها إيطاليا، ونرى أحجام كبيرة من الأموال من خطة التعافي والمرونة، جزء منها في الخطط الإصلاحية والقروض. لذلك من المهم أن نرى ما ستتمكن به الحكومة أيا كانت الحكومة التي ستأتي من الحفاظ على السفينة أو على البلاد.